مرحبا، أنا محمد وراح كون عم بحكيكم عن شخصيات عم تدعى بالأعمال الدرامية السورية تحديدا. أحب الدراما السورية وأدعم الدراما السورية. أول شخصية راح كون عم بحكيكم عنها هي خولة أم تيسير بمسلسل إزقاء الجن. راح كون عم بحكي عن الشخصية نفسها وعن الممثلة كيف عم بتأدي الدور. أولا على صعيد الشخصية، خولة أو أم تيسير هي أم لخمس أولاد، هي وزوجها وأولادها وأحفادها عشوائي عم يتعرضوا لظلم كتير كبير واستبداد. المسلسل ككل بيحكي عن السلطة الأبوية المتمثلة بعمة بي زوجها أيمن زيدان أبو نذير. هاي الشخصية هي الوحيدة يلي قادرة إنها تقول لا لأبو نذير، الوحيدة يلي قادرة تقول له إيه ضربني، إيه خلي جوزي يطلقني. البقايا كلهم مظلومين مخبونين، البعض منهم مستسلم، البعض منهم بيحكي بالسر، ما قادرين انهم يعبروا. هلا هذا الشيء الشخصيه وتحليلها بياخذنا على هلا هو مش تحليل، انا عميق، انا عم نقرا الشخصيه يا جماعه، بياخذنا على الاداء يلي عم تاديه شكران مرتجى بهذا الدور. هلا ببدايه العمل بتحسوا انه شكران كل الوقت عم تعمل ماستر سينز، كل الوقت عم تنهار، كل الوقت عم يعني اذا بدنا نعمل تحته عم يا لطيف شو عم تعمل، فبتقول انه امتى الماستر سين تبعها، امتى الانفعال الاكبر. ولكن هذا الشيء من الشخصيه للاداء بياخذنا انه هي نفسها خوله الوحيده يلي قادره انها تعمل ميزان بالمسلسل لحتى توصل لنا تكرس لنا هيدا الشخص قد ايه ظالم. هي اللي قادرة تعبر، هي اللي قادرة تحكي. البعض منهم الشخصيات بالأساس ما بتعبر، بتخاف منه، والبعض منها بتعبر بس منهم شكراً مرتجى بالأداء. فهي بتوصل لنا قد هو ظالم، يعني هي كل ظلم عم بيكون من أبو نذير هي عم تمتصه وعم تبين لنا إياه بأدائها. شكراً وجلالة الحضور، شكراً نحن قدام قامة كبيرة، شكراً ما حقول قدام مناصف اخرى يمكن تتفوق على مناصف في بعض الادوار، وخاصه وانه بعد قدامها مشوار طويل الله يعطيها طول العمر. تجاوزت مساله فقد الشيء يعطيه او لا يعطيه، الامومه غير الامومه، عم بتأدي الدور بصدق باحساس. هي مصدقه انها هي خوله وهي عم تعبر كخوله، ومصدقه اولادها يلي حواليها وزوجها. فعزائنا لها اكيد من وراء صدقه من العزاء لها، عزائنا لها بوفاه شادي زيدان. وهذا العمل عمل كتير حلو، كتير مشوق، وشكرا على كتر ما عم نشوفك بالظلم وبالغبن وبالبكي، صرنا مشتاقين بدنا نشوفك انت وظالمة، يعني هالغضب كله طلعيه كظالمة. رائعة، شخصية رائعة.